مشاهدينا مشاهدي اريبيا وذر دوت كوم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. بعد انقطاع طويل دام شهرين من عدم وجود نشرات جويه، طبعا للاسف بسبب الانحباس المطري وندره المنخفضات الجويه، نعود اليكم من جديد في نشره جويه تتحدث عن تقلبات جويه قويه متوقعه في المملكة خلال الأسبوع الثاني أو الأسبوع المقبل، الأسبوع الثاني من شهر آذار، تتمثل إما بأحوال جوية خماسينية بمنخفضات جوية أو حالات عدم استقرار جوي. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين، تحديدا يومي الجمعة والسبت. هناك طبعا منخفض جوي خماسيني سيؤثر على المملكة. أود أن أوضح بأن المنخفض الجوي أو المنخفضات الجوية الخماسينية يبدأ عادة موعدها في الثلث الأخير من شهر آذار وبداية شهر نيسان، ولكن الأنظمة الجوية المسيطرة في نصف الكرة الشمالي أفرزت منخفضين جويين خماسين حتى الآن، وهو طبعا غير معتاد لمثل هذا الوقت من العام المبكر. نهار يوم الجمعة تحديدا خلال ساعات النهار أتوقع أن يتشكل منخفض جوي خماسيني في المناطق الجنوبية الشرقية لليبيا، ومتوقع هذا المنخفض الجوي الخماسيني يتحرك سريعا نهار يوم السبت وصولا إلى أواسط الأراضي التركية بمشيئة الله تعالى. طبعا هذا منخفض الجوي الخماسيني مع مروره في أواسط وعمق الأراضي المصرية يتوقع أن يعمل على حدوث العواصف الرملية والأتربة المثارة في داخل الأراضي المصرية. وأما تحرك هذا المنخفض الخماسيني شمالا نهار يوم السبت، من المتوقع أن تكون الأحوال الجوية الخماسينية والعواصف الرملية والأتربة والرمال أن تصل إلى عموم المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. نتوقع منخفض جوي سريع، وبالتالي نتوقع أجواء خماسينية اعتبارا من ساعات متأخرة من يوم الجمعة ونهار يوم السبت، تتمثل بأجواء مغبرة جافة دافئة وحتى قد تكون حارة نسبيا في بعض مناطق مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة. أيضا لا يستبعد أن تهطل من جديد بعض الأمطار الطينية في بعض مناطق المملكة خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني. يعقب تأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني أيضا اضطراب جوي وحالة من عدم الاستقرار الجوي، طبعا كنتيجة لتوضع منخفض جوي في طبقات الجو العليا في المنطقة الشمالية لليبيا، يدفع بتيار هواء نفاث نحو المملكة وأيضا المناطق المحاذية للمملكة. الأنظمة الجوية المسيطرة اعتبارا من ساعات متأخرة من يوم السبت ستعمل على اندفاع تيارات هوائية دافئة نحو المملكة. أيضا من المتوقع نتيجة توضع هذا المنخفض الجوي في المنطقة الشمالية لليبيا ووجود هذا التيار الهوائي النفاث بأن تندفع أيضا تيارات هوائية رطبة وشبه استوائية نحو المملكة، طبعا هذا كله بعد ما ساعات مساء يوم السبت وصباح يوم الأحد. بالتزامن مع هذا الأمر أو هذه الأمور جميعها، أيضا هناك تدفق لتيارات هوائية أيضا باردة نحو المملكة مع ساعات صباح يوم الأحد. هذا الأمر كله سيعمل على حدوث حالة قوية جدا من عدم الاستقرار الجوي فوق المملكة، تتمثل بهطول أمطار رعدية قد تكون شديدة الغزارة. طبعا كنتيجة لتصادم هذه الكتل الهوائية مع بعضها البعض ستحدث حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، أمطار رعدية، نتحدث أمطار رعدية غزيرة شديدة، حتى العواصف الرعدية قد تكون نوعا ما قوية، وستتأثر عموم مناطق المملكة بهذه الأحوال الجوية. نأخذ أكثر بالتفصيل نظرة عن المملكة كيف ستكون وضع الأمطار فيها، ونذهب إلى داخل أراضي المملكة حيث من أتوقع أن تهطل أمطار رعدية في عموم مناطق المملكة على شكل زخات اعتبارا من ساعات متأخرة من ليلة السبت على الأحد. طبعا هذه الأمطار تكون على شكل زخات وتكون رعدية تشتد تدريجيا مع ساعات نهار يوم الأحد، لكن أيضا نتوقع أن تكون هناك بؤر من الأمطار الرعدية الغزيرة والكثيفة أو شديدة الغزارة في عموم مناطق جنوب المملكة، أيضا المناطق الشرقية كما نلاحظ، إضافة إلى بعض الأجزاء المتفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من فلسطين والأردن. هذه الأمطار متوقع أن تكون كثيفة حتى في منطقة خليج العقبة. الحالة الجوية يوم الأحد تستدعي التحذير من الآن من خطر تشكل السيول وحتى ربما الفيضانات وحتى ما يسمى بالسيول المنقولة في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة، في المنحدرات، في الشعاب، في الأودية. هذه المناطق كلها طبعا تخضع لهذه المنظومة الجوية التي نوعا ما تكون خطرة خاصة للمناطق الصحراوية. حتى في مدينة العقبة جنوبا الأمور نوعا ما قد تكون خطرة، ويجب الاستعداد من الآن لمواجهة هذه الحالة القوية من عدم الاستقرار الجوي. بقية المناطق أيضا ربما تكون الفرصة مهيئة لأمطار شديدة أحيانا، وبالتالي تحذير من تشكل السيول. هناك تحذير من خطر شدة العواصف الرعدية أحيانا، تساقط زخات البرد، تحذير أيضا من ربما تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا كنتيجة للهطولات الكثيفة، وأيضا هناك تحذير من ربما نتحدث عن قبيل هطول أمطار بعض العواصف الرملية التي قد تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية. هذا كله طبعا حتى يوم الأحد، وبالتالي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأجواء يوم الأحد مهيئة أن تعمل على انكسار حقيقي في الانحباس المطري وفي الجفاف الذي تعيشه المملكة منذ شهرين، ونأمل أن تكون هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تساهم ولو بالقليل في تعويض ما فات من الموسم المطري. هذا كله حتى يوم الأحد. يعقب ذلك أيضا أنماط جوية نوعا ما جيدة للمنطقة
عموما بعدما تأثرت عموم مناطق غرب أواسط القارة الأوروبية خلال شهر واحد واثنين يعني الأشهر الماضية بعواصف متتالية بأجواء ماطرة غير معتادة كانت من أكثر من 100 عام. وعلى الجانب الآخر طبعا كانت المملكة وسائر الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت تأثير حالة من الجفاف. نتحدث الآن عن تدخل لمرتفع جوي قوي حقيقة نحو هذه المناطق خلال الأسبوع الثاني والثالث من شهر آذار. نتحدث عن مرتفع جوي قوي، درجات حرارة أدفأ من المعتاد، أجواء مغايرة تماما لما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين في أواسط وغرب القارة الأوروبية. تواجد هذا المرتفع الجوي طبعا هو سيناريو محبب دائما لهطول الأمطار وسلوك المنخفضات الجوية مسارها نحو المنطقة. عموما متوقع أن يعمل على اندفاع كتلة هوائية باردة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وتشكل سلسلة من المنخفضات الجوية التي ستعبر بمشيئة الله نحو المملكة نحو الداخل وشرق البحر الأبيض المتوسط. طبعا هذا الأمر نحكي قاعدين عن أيام مثل يوم الأربعاء الجمعة القادم، عم نتكلم عن منخفضات جوية بمشيئة الله من المتوقع أن تجلب الأمطار، وبالتالي ننظر بنظرة التفاؤل بأن هناك تعويض جيد للموسم المطري متوقع خلال الأسبوع المقبل وحتى الأسبوع الذي يليه في سائر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. أتمنى منكم متابعة موقع طقس العرب في التحديثات القادمة ومتابعتنا في تغطية مباشرة للأحوال الجوية المتوقع أن تحدث اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة من الغبار. أجدد التحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وحتى ربما انعدامها نهار يوم السبت كنتيجة للعواصف الرملية. أجدد التحذير من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة كنتيجة للأمطار والهطولات المطرية الكثيفة نهار يوم الأحد. كما أجدد التذكير على مش التحذير من هناك فرصة جيدة لتعرض المملكة لأمطار ومنخفضات جوية ستساهم بمشيئة الله طبعا بالتعويض. اللهم اسقنا الغيث وتجعلنا من القانتين، هذا دائما ما نقوله وهو لسان حالنا. أتمنى لكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.